بعد مجموعه من المدن المغربيه قافله ستوديو دوزام انتقلت لاوروبا ودازت من بروكسل باش توصل الان لباريس. باريس اللي غادي يتم التواصل فيها مع جميع الشباب المغربي اللي مولوع بالاغنيه. شيماء شاشا دو سانتيتيان، امل ناس دو ليون، امي الخطيبي دي فالنسيا، زكريا تشولوت يو تمنيات المشاركين فقط هما اللي حالفوا من الحظ باش يمروا في آخر مرور أمام لجنة التحكيم. أكيد أنه الاختيار غادي يكون صعيب. خليكم معنا حنا راجعين. مستنياك يا روحي بشوف كل العشاق، مستنياك تعبت تعبت من الاشواق، مستنياك وانا دايبة يا عين عامل فراق الفراق. حبيبي حبيبي It's not about the money 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 We don't need your money 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 We just wanna make the world dance Forget about the price that I'm wine tonight You and I You're beautiful like diamonds in the sky You came to me as a dream You were out in the streets La première suppléante, c'est Siham Haritan. Et j'ai une deuxième suppléante, et Doug Hasna. On a aussi quelques gagnants. Nadia Bounas. Goujil Ahmed. Moumen Nabila. Une dernière gagnante, Sonia Bouhaddaoui. Voilà. إذا المفاجأة في باريس كان الإعلان على أربعة ديال الفائزين في فئة الأغنية الغربية. المستوى كان عالي لدرجة التحكيم ارتأوا أنهم ياخذوهم بأربعة. كما كتلاحظوا في هذه الأجواء الرائعة كلهم فرحانين وكلهم ناشطين. تلاقاو في كذا.